تعددت صور الصمود والثبات في ساحات التظاهر في العراق، كيف لا والهدف غال جدا، وهو إسقاط النظام الذي عاث في العراق فسادا كبيرا، وتحقيقه يستلزم تكاتفا وتعاضدا كبيرين بين المتظاهرين بل العراقيين كافة. إطعام المتظاهرين المعتصمين في الساحات هدف سام يرفع من شأنه عاليا، إلى جانب كونه إحسانا يجود به كرام النفوس، أنه من العوامل والمتطلبات الأساسية التي تدعم استمرار التظاهرات حتى تحقيق جميع المطالب المنشودة. رابطة الشراكين شغلها داخل التظاهرات دعم اللوجستي، الدعم يجينا عن طريق التبرعات محافظات ومن داخل بغداد، نمول الخيام الموجودة في ساحة التحرير من مواد غذائية ومي وبيبسي وشربت وإلى آخره من يعني اللي يحتاجها المواكب. ويصر المتطوعون القائمون على تأمين الطعام والشراب للمتظاهرين على ابتعادهم من حيث الدعم المادي الذي يحتاجونه عن أي مصدر تمويل لهم يمكن أن يشوه نقاء التظاهرات الشعبية. احنا اصلا ما نستقبل اي حزب او حتى داخل الرابطه، اللي يريد ينتمي لابد يكون يعني مستقل غير متحزب، ذلك لان اعتقد تشوه سمعه الرابطه لان هي رابطه ثقافيه وما نستقبل دعم من اي احزاب، انطونا دعم ورفضنا. ويرى المتظاهرون ان الحكومات والاحزاب التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 افسدت كل ما فيه إلا الأصالة بروح المواطن العراقي، المواطن الذي أثبت الحراك الشعبي أنه الصورة الأروع للتكاتف.